أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في خدمة دروس مع درس جديد لطلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط بعنوان صيغ المعادلات الكيميائية، وتحديدا سوف يكون حديثنا عن موازنة المعادلة الكيميائية وأيضا الطاقة في التفاعلات الكيميائية. إعداد وتقديم الأستاذ حسين الردادي. سنتعلم اليوم بمشيئة الله تعالى قراءة المعادلة الكيميائية الموزونة بصورة صحيحة، التفاعلات الطاردة للطاقة والتفاعلات الماصة لها، التمثيل لتحرر الطاقة في التفاعلات الكيميائية. حدد على المعادلة الكيميائية المواد المتفاعلة والمواد الناتج. المواد المتفاعلة متمثلة في الكالسيوم Ca زائدا Cl2 الكلور. إذن الكالسيوم والكلور تمثل المواد المتفاعلة، بينما كلوريد الكالسيوم Ca Cl2 بيمثل المواد أو المادة الناتجة عن التفاعل. إذن الكالسيوم بالإضافة إلى الكلور يمثلان المواد المتفاعلة. كلوريد الكالسيوم الناتج من التفاعل بيمثل المادة الناتجة من التفاعل. أيضا يجب أن نتذكر جيدا أن عدد الذرات التي دخلت في التفاعل يجب أن تساوي عدد الذرات التي نتجت من التفاعل حسب قانون حفظ الكتلة. إذا دخل في التفاعل ذرة كالسيوم واحدة ونتج من التفاعل ذرة كالسيوم واحدة، دخل في التفاعل ذرتان من الكلور ونتج من التفاعل أيضا ذرتان من الكلور. إذن ثلاثة ذرات عدد الذرات التي دخلت في التفاعل وثلاثة ذرات خرجت من التفاعل. موازنة المعادلة الكيميائية. أعداد الذرات في المعادلة الكيميائية الموزونة متساوية في طرفي المعادلة، بمعنى عدد الذرات التي تدخل في التفاعل يجب أن يكون نفس العدد للذرات التي نتجت من التفاعل حسب قانون حفظ الكتلة. وإذا لم يكن أعداد الذرات في متساوية في طرفي المعادلة، حينها يلزم موازنة المعادلة. المعادلة التي أمامنا الآن تفاعل الفضة مع كبريتيد الهيدروجين، بينتج لدينا كبريتيد الفضة زائدا غاز هيدروجين. نريد أن نرى هل هذه المعادلة موزونة أم غير موزونة. نلاحظ دخل في التفاعل ذرتين من الفضة ونتج من التفاعل أيضا ذرتين من الفضة، دخل في التفاعل ذرتين من الهيدروجين ونتج أيضا ذرتين من الهيدروجين، ودخل في التفاعل ذرة كبريت واحدة أو نتج من التفاعل ذرة كبريت واحدة. إذن المعادلة موزونة. إذا لم تكن المعادلة موزونة، نقوم بوزن المعادلة عن طريق وضع أرقام قبل الصيغ، وهو ما يعرف بالمعامل. هذا مكان المعامل الذي يحق لنا أن نكتب فيه أرقام لوزن المعادلة. إذن حتى نوزن المعادلة الكيميائية في حال كونها غير موزونة بكتابة أرقام في ما يعرف بالمعامل، إذن في هذه الأماكن فقط حتى نزن
المعادلة. هذه المعادلة الكيميائية غير موزونة لأن عدد الذرات الداخلة في التفاعل ما قبل السهم لا يساوي عدد الذرات الناتجة من التفاعل بعد السهم. هناك ذرتان من الهيدروجين وذرتان من الكلور، هذه المواد المتفاعلة، ولكن إذا ما نظرنا للمواد الناتجة نجد أن هناك ذرة واحدة هيدروجين وذرة واحدة من الكلور. إذن المعادلة تحتاج إلى وزن. كيف نزن هذه المعادلة؟ لو كان هناك بدل جزيء واحد من الـ HCl، فلو كان هناك جزيئان من الـ HCl، كل جزيء بيحتوي على ذرة هيدروجين وذرة كلور. الآن أصبحت المعادلة موزونة، ذرتان هيدروجين، ذرتان هيدروجين، ذرتان كلور، ذرتان كلور. أصبحت الآن المعادلة موزونة. نريد وزن المعادلة الكيميائية التالية. عند وزن هذه المعادلة لابد أن يكون عدد الذرات الداخلة في التفاعل كما تحدثنا مساويا لعدد الذرات الناتجة من التفاعل. وتذكر أنه عند وزن أي معادلة كيميائية نكتب الأرقام قبل الصيغ والرموز فيما يعرف بالمعامل، بمعنى في هذا المكان في هذه الأماكن فقط عندما نريد وزن المعادلة الكيميائية، ولا نغير في الأرقام الموجودة على يمين الذرات الموجودة سواء رموزا أو صيغ كيميائية، لا نغير فيها شيئا. نزن المعادلة كالتالي: ما قبل السهم يمثل المواد المتفاعلة وما بعد السهم يمثل المواد الناتجة. إذا في هذا التفاعل لدينا ذرة ألمنيوم واحدة ولدينا ذرتان من اليود، من هذه الذرات التي دخلت في التفاعل. الذرات التي نتجت من التفاعل لدينا ذرة ألمنيوم نتجت من التفاعل ذرة واحدة، ولدينا ثلاث ذرات من اليود. إذن المعادلة تحتاج إلى وزن. كما ذكرنا سابقا لوزن هذه المعادلة كتابة أرقام فيما يعرف بالمعامل للرموز أو للصيغ. فكيف نزن هذه المعادلة؟ الألمنيوم ذرة واحدة ذرة واحدة، اليود ذرتان، في المواد الناتجة ثلاث ذرات. إذن اليود نجعل اليود ثلاثة جزيئات، ثلاث جزيئات، أصبح لدي ثلاث جزيئات، كل جزيء بيحتوي على ذرتان من اليود. إذن مجموع الذرات في ثلاث جزيئات من اليود ست ذرات. إذن أصبح لدي ويساوي ستة ذرات، نجعل جزيئان من الـ Al3 بحيث يصبح لدي عدد ذرات اليود ستة ذرات لتتساوى مع عدد الذرات الداخلة في التفاعل. وأصبح لدي جزيئان من Al3 يوديد الألمنيوم جزيئان، كل جزيء يحتوي على ثلاثة ذرات من اليود وذرة واحدة من الألمنيوم.
إذن ثلاث ذرات مضروبة في عدد الجزيئات، ثلاثة ضرب اثنين وتساوي ست ذرات من اليود. إذن دخل في التفاعل ست ذرات من اليود، ونتج من التفاعل ست ذرات من اليود. بالنسبة للألمنيوم الآن أصبح لدينا جزيئان من Al3، كل جزيء يحتوي على ذرة واحدة من الألمنيوم. إذن ذرة واحدة في عدد الجزيئات وتساوي ذرتان من الألمنيوم. دخل في التفاعل ذرة واحدة، إذن لوزن الألمنيوم بنجعل الألمنيوم ذرتان بهذا الشكل. إذن ذرة واحدة ألمنيوم، إذن ذرتان من الألمنيوم. ضرب اثنين، إذن واحد ضرب اثنين ويساوي اثنين. إذن الألمنيوم دخل في التفاعل ذرتان، ونتج من التفاعل ذرتان. إذن الألمنيوم الآن موزون. بالنسبة لليود، دخل في التفاعل ست ذرات من اليود، ونتج من التفاعل ست ذرات من اليود. إذن الآن أصبحت المعادلة موزونة، 2Al زائدا 3I2 بينتج لدي 2AlI3. المعادلة الكيميائية الموزونة يجب أن تحوي أعداد متساوية في كلا الطرفين من الجزيئات، الذرات، المركبات. إذن الإجابة الصحيحة، المعادلة الكيميائية الموزونة يجب أن تحوي أعداد متساوية في كلا الطرفين من الذرات، هذه الإجابة الصحيحة. الطاقة في التفاعلات الكيميائية، غالبا ما يصاحب التفاعلات الكيميائية إما تحرر طاقة بمعنى طرد طاقة، أو امتصاص للطاقة في التفاعل الكيميائي. فالتفاعل الكيميائي الذي أمامنا والممثل في المعادلة التالية 2H2 زائدا O2 بينتج لدي 2H2O زائدا طاقة. إذا نتج من التفاعل طاقة، أو تحرر طاقة من التفاعل. إذا هذا التفاعل طارد للطاقة. هذا طبعا اللحام، وهو عبارة عن تفاعل الأكسجين مع الهيدروجين، فيتكون الماء بالإضافة إلى تحرر هذه الطاقة الحرارية. تحرر الطاقة في التفاعلات الكيميائية، تتحرر الطاقة من تكسر الروابط في المتفاعلات. هذه المتفاعلات التي أمامنا هي الهيدروجين والأكسجين، جزيئات بينها روابط كيميائية. عند تكسر هذه الروابط تتحرر الطاقة في التفاعلات الكيميائية. هذه الطاقة المتحررة تأتي في أشكال مختلفة، منها الضوء والصوت والطاقة الحرارية. إذن الآن عرفنا مصدر تحرر الطاقة في التفاعلات الكيميائية، هو تكسر الروابط في المتفاعلات. هذا التحرر للطاقة قد يكون تحررا سريعا كما يحصل في عمليات الاحتراق. عمليات الاحتراق هي تفاعل كيميائي بين المواد المحترقة و
الأكسجين. في هذا النوع من التفاعلات تتحرر الطاقة بشكل سريع، ويمكن أن تتحرر الطاقة ببطء كما يحصل في بعض التفاعلات، ومنها التفاعل الذي يحصل بين الحديد والأكسجين لتكوين صدى الحديد. تتحرر الطاقة ببطء في هذا التفاعل، تتحرر الطاقة الحرارية ببطء وليس بشكل سريع كما يحصل في التفاعلات الممثلة في الاحتراق. الطاقة في التفاعلات الكيميائية، تحرر الطاقة، تحرر سريع للطاقة، تحرر بطيء للطاقة. تفاعل الخارصين مع حمض الهيدروكلوريك، نلاحظ التفاعل عند لمس أنبوبة الاختبار، نجد أنها ساخنة بسبب تحرر الطاقة الحرارية من التفاعل الحاصل بين الخارصين وحمض الهيدروكلوريك. نشاهد تصاعد غاز الهيدروجين، أيضا من الأمثلة على التحرر السريع للطاقة احتراق الكحول، تحرر سريع للطاقة. أما من الأمثلة على التحرر البطيء للطاقة صدى الحديد، نلاحظ أن الصدى لا يتكون إلا في فترة زمنية طويلة نوعا ما، تتحرر الطاقة الحرارية ببطء. في الشكل المجاور، تحرر للطاقة في التفاعل الكيميائي الحاصل، فهل هو تحرر بطيء للطاقة، تحرر سريع للطاقة، تحرر بطيء جدا للطاقة؟ الإجابة الصحيحة رقم 2، تحرر سريع للطاقة. ذكرنا أنه بعض التفاعلات الكيميائية يصاحب حدوثها تحرر للطاقة، بينما هناك تفاعلات كيميائية يحصل امتصاص للطاقة أثناء حدوثها. ومن الأمثلة على ذلك تفكك الماء عند مرور تيار كهربائي، حيث تتفكك جزيئات الماء عند امتصاص طاقة إلى غاز الهيدروجين وغاز الأكسجين. إذن هناك تفاعلات يصاحب حدوثها تحرر للطاقة، وهناك تفاعلات عند حدوثها يحصل امتصاص للطاقة. بدون هذه الطاقة التي يتم امتصاصها في التفاعل الكيميائي، لا يمكن للتفاعل أن يحدث بدون وجود هذه الطاقة. التفاعلات الطاردة للطاقة الحرارية، بعض التفاعلات يصاحب حدوثها طرد أو تحرر طاقة حرارية، ومن أشهر الأمثلة على ذلك الاحتراق. الاحتراق عبارة عن تفاعل كيميائي يحصل فيه طرد وتحرر للطاقة الحرارية، بينما هناك تفاعلات ماصة للطاقة الحرارية. حتى يحصل التفاعل الكيميائي لابد من امتصاص طاقة حرارية، ومن الأمثلة على ذلك نوع من الكمادات يلزمه طاقة حرارية لذوبان نترات الأمونيا الموجودة في هذه الكمادات الباردة، وهذه
الطاقة الحرارية اللازمة لذوبان نترات الأمونيا الموجودة في الكمادة تأتي من البيئة المحيطة، حيث يحصل امتصاص للطاقة الحرارية من البيئة المحيطة. إذن هناك تفاعلات عند حدوثها تتحرر طاقة، بمعنى تفاعلات طاردة للطاقة، وهناك تفاعلات ماصة للطاقة الحرارية. في الشكل المجاور، هل التفاعل ماص للطاقة الحرارية، طارد للطاقة الحرارية، لا طارد ولا ماص للطاقة الحرارية؟ إذن هذا التفاعل الكيميائي، احتراق الغاز في وجود الأكسجين، هو من التفاعلات الطاردة للطاقة الحرارية. إذن الإجابة الصحيحة رقم 2، طارد للطاقة الحرارية. أقرن المصطلحات والعبارات بكتابة الرقم المناسب. رقم 1، الاحتراق، أي من العبارات تتناسب مع هذا المصطلح؟ إذن الاحتراق تفاعل كيميائي يكون فيه تحرير سريع للطاقة الحرارية. إذن رقم 1، إذن الاحتراق تفاعل كيميائي يكون فيه تحرير سريع للطاقة الحرارية. تفاعل طارد للحرارة رقم 2، تفاعل طارد للحرارة. الإجابة أو العبارة المناسبة لرقم 2، إذن الإجابة الصحيحة لرقم 2، تفاعل طارد للحرارة، تفقد طاقة حرارية في التفاعل الكيميائي، هذا المقصود ب تفاعل طارد للحرارة. رقم 3، تفاعل ماص للحرارة. الإجابة الصحيحة، تكتسب طاقة حرارية في التفاعل الكيميائي، إذن هذا المقصود بتفاعل ماص للحرارة. رقم 4، تفاعل الحديد والأكسجين، ينتج عن هذا التفاعل صدأ الحديد، تفاعل الحديد والأكسجين. إذن الإجابة رقم 4، تفاعل كيميائي يكون فيه تحرير بطيء للطاقة الحرارية. إذن تعلمنا اليوم وزن المعادلات الكيميائية. هذه المعادلة الكيميائية غير موزونة، بمعنى أن عدد الذرات الداخلة في التفاعل لا يساوي عدد الذرات الناتجة من التفاعل. وتذكر أنه لوزن أي معادلة كيميائية نضع الأرقام قبل الصيغ أو الرموز فيما يعرف بالمعامل، في هذه الأماكن فقط نضع الأرقام المناسبة حتى نزن المعادلة. فالمعادلة التي أمامنا، المعادلة التي أمامنا غير موزونة، نلاحظ ذرة فضة ونتج من التفاعل ذرتين فضة، إذن المعادلة تحتاج إلى وزن. دخل في التفاعل ذرتين هيدروجين ونتج من التفاعل ذرتان من الهيدروجين، ودخل في التفاعل ذرة واحدة كبريت ونتج من التفاعل ذرة واحدة كبريت. إذن لوزن هذه المعادلة حيث تصبح موزونة، نكتب في هذه الخانة بدل أن تكون ذرة فضة واحدة تكون ذرتان. إذن دخل في التفاعل الآن ذرتان من الفضة ونتج ذرتان من الفضة، ذرتان من الهيدروجين دخلت في التفاعل ونتجت ذرتان من الهيدروجين، ودخلت ذرة كبريت في التفاعل ونتجت من التفاعل ذرة كبريت واحدة. إذن المعادلة الآن موزونة. أيضا تعلمنا اليوم التحرر السريع للطاقة والتحرر البطيء للطاقة. في هذا التفاعل في الشكل المجاور، هل هو تحرير سريع للطاقة أم تحرير بطيء للطاقة؟ طبعا تحرير بطيء للطاقة، تفاعل الحديد مع الأكسجين لتكوين صدأ الحديد،
يحصل فيه تحرير بطيء للطاقة. تفكك الماء إلى غاز الهيدروجين وغاز الأكسجين عند مرور تيار كهربائي في الماء، هل هو هذا التفاعل طارد أم ماص للطاقة؟ هذا التفاعل ماص للطاقة. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من درسنا اليوم، نتمنى لكم التوفيق، السلام عليكم.